جلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، ويوم الثلاثاء والورد القرآني، وورد اليوم من سورة المائدة. ما زلنا في سورة المائدة، ورد اليوم بإذن الله تعالى من الآية 35 من سورة المائدة إلى الآية 41. احنا خلاص بدأنا نتعدى موضوع الوجه دوت، وبدأنا نتعامل مع المعنى، لأن الوجه لو غير معنى المعنى أو كسر المعنى فصل المعنى يعني مش هنعتد به. فمعنى الوجه 113 و114 من الآية 35 إلى الآية 41 إلى نهاية الربع. معكم ضيف في الاستوديو، شاب جميل طيب ربنا يبارك فيه ويحفظه، طالب في جامعة الأزهر، وجاي لنا من المنيا، والمنيا بعيدة عن القاهرة يعني كثيرا يعني. أهلا بك شيخ محمود. شيخ محمود محسب، أهلا بحضرتك يا مولانا. منور حبيبي، الله يكرمك. مشوار عليك من المنيا لهنا؟ في خدمة الدين. ربنا يرفع قدرك حبيبي وبارك فيك. انت في اي كلية في الازهر؟ كلية اللغات الترجمة جامعة الازهر قسم اللغة الصينية. صينية؟ اه. طب ما احنا عايزين نسمع كده حاجة صيني كده يعني نبدأ بيها الحلقة ايه. طيب يعني لو انت مثلا بتوجه دعوة لحد صيني مثلا للدخول في الاسلام، ماذا تقول له؟ اقول له مثلا ايسي لانت ياو تسميان، يعني كيف الاسلام لك؟ نعم. او لو انا مثلا علشان ارحب به، يعني انا تقابلت معه مثلا، فاقول له مثلا تنتيان رنشني ما واقين قوسين. يعني انا سعيد بكم. ربنا سعيد بفضيلتك ان شاء الله. انا سعيد بيك. ربنا يبارك فيك. بس مش عارف اقول اللي انت قلته، يعني اقول لك سعيد بيك دي يعني ربنا يحفظك. شيخ محمود يعني منورنا وجاي لنا من المنيا، وانا يعني لما كان بينه وبينه اتصال عشان يجي يشرفنا في البرنامج، كان عاجبني قوي حماس الشباب، وان هو يعني حابب ان هو يخدم الدين في اي مجال، ولو في فرصه في الفضائيات وانا شفتك قبل كده في اكثر من قناه. في الرحمه ظهرت في الرحمه وقناه السلام عليكم. ربنا يبارك. ايها النبي. ربنا وفي الاذاعه والتلفزيون. الاذاعه كمان ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك حبيبي. طيب نبدا على طول بالورد مع الشيخ محمود محسب، واللي حابب يتواصل معنا ويقرا معنا الورد يتصل على الارقام اللي تقدر تبان على الشاشه مع حضراتكم، واللي حابب يتواصل معنا على الصفحة الخاصة بالبرنامج يتواصل معنا بإذن الله تعالى، ونرد على رسائلكم إن شاء الله. جاهز؟ إن شاء الله. تفضل حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك شيخ محمود، ما شاء الله عليك أداء قوي. صلى الله يعني يستخدمك ويستخدمنا لخدمة دينه وكتابه. ربنا يبارك فيك ويحفظك. طبعا بعد كده بقى تخرج بقى للصين، الصين ولا يابان؟ الصين صح؟ الصين إن شاء الله. وتروح هناك بقى يعني للدعوة إلى الله. بإذن الله في كل مكان في العالم. ولا للتجارة؟ لا للدعوة. للدعوة. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. طيب لو في معنا اتصالات إن شاء الله بإذن الله ناخدها ويبدأ بقى الشيخ محمود كده. إحنا تعودنا في البرنامج إن إحنا بنعلق على الأخطاء الشائعة. إن شاء الله. وبنتكلم على الاحكام الموجوده في الايات ان شاء الله باذن الله. وانا شايف معاك اجنده ما شاء الله، ويعني جاي جاهز محضر يعني نفسك يعني باذن الله ما شاء الله. طيب لو عايزين نتكلم على اخطاء الشيعة اللي بتسمعها والاحكام اللي بتسمعها يعني بتعرفها في الايات. اول حاجه مثلا يا ايها الذين امنوا. نعم. طبعا هنا مد منفصل. تمام. طيب مد منفصل ايه حكم المد المنفصل ده؟ حكمه جائز. بس في مد منفصل حكمي وفي مد منفصل حقيقي. انت هتفصل بقى يعني حكمي وحقيقي. وحقيقي الحقيقي اللي هو مثلا ايه في ارض انا اعطيناه. تمام. انا في كلمتين. تمام. واما الحكمي يا ايها يا ابراهيم، يعني هو متصل رسما لكن منفصل حكما. تمام. متصل رسما لكن منفصل حكما. جميل جدا. تمام. تمام. طبعا يا ايها كتير من الناس ما بيراعيش دي، يعني مثلا بيقول ايه يا ايها بيفخم يا لكن هي في الاصل يا علشان تطلع جميله ابتسم، والحياه عاوزه ابتسام والله. ما شاء الله عليك ما شاء الله يا ايها. بس يا رب تبتسم على طول ان شاء الله. لا باذن الله ان شاء الله. طب ناخد الحاجه سناء معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك حاجه سناء؟ الحمد لله رب العالمين، وحي الله الطيبين وحي الله اهل القران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بتمطي قوي ليه كده؟ وجاهدوا في سبيله لعلكم، على طول مش سبيله كده، خلنا عدينا الحركتين. في مد سلا الشيخ اشرف. بس مش بالطول ده، يعني انا بمد حركتين بس. ماشي. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك ما شاء الله عليك يا حاجة سناء، مستوى بيعلى ما شاء الله. ربنا يحفظك. جزاك الله
خالص. الله يكرمك، ربنا يحفظك. الله يكرمك. طب ناخد دكتور ايمان وبعدين نرجع للشيخ محمود. دكتور ايمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك دكتور ايمان، اهلا بيكي. ربنا يكرمك، جزاك الله خير. خير جزاك الله خير. اقرا ان شاء الله. ان شاء الله. يريدون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله دكتوره ايمان، واضح ان الـ يعني الـ الاداء طيب، بس بلاش بيس عشان ما ولدش ياء من الكسره، بس بيس. أيوة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين. نور شعر غنى. وما هم بخارجين منها. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز. بلاش وا، ما شاء الله انت ماشيه كويس دكتوره ايمان، بس بلاش والله. وا ولا وا؟ والله. والله عزيز حكيم. بارك الله فيك يا دكتوره، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله. مش هناخد بس وقت كتير مع المشاهدين الكرام عشان ايه، ندي اكبر فرصه للعدد، لاكبر عدد من المشاهدين الكرام للتواصل معنا. معانا الاستاذه حسنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ تفضلي يا حضرتك. فمن تاب؟ حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. كويس جدا، بس فإن ولا فإن؟ فإن. تمام. فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء. صبي بعد. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. ما شاء الله عليك يا استاذه حسنى، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك. ما شاء الله اتصال كلها جميله، الحاجه سناء والدكتوره ايمان واستاذه حسنى، قراءه طيبه كده، وفي يعني في اهتمام بالاداء القراني والاحكام التجويديه. اكيد. ربنا يبارك فيك. عشان بس ما عديش موضوع الابتسامه ده، يعني انت بتقول نبتسم، يعني طبعا مهم الابتسامه جدا، يعني اكيد، يعني بس القران محتاج مني ابتسامه وحسن. لا حزن لا، وتمييز صغيره بس مش حزن. دي مش حزن، يعني انا ايه، في حروب بحتاج منها ان انا اعمل ابتسامه، بس في ابتسامه يعني غريبه شويه يا شيخ محمود، يعني مش ولا انت مش معايا في ده؟ يقول لك ايه ايوها، لا لا، ابتسامه برضه هي ما كده بيهرك. لا دي ابتسامه زائده، احنا عايزين ايه، الابتسامه ابتسامه بسيطه كده، بسيطه يا ايوها. تمام، يعني بسيطه، مش مش بقى اللي هي اللي يفتح الشفتين لحد الاذنين كده يعني. لا تمام. طيب ها اكمل. تمام. طبعا الحكم المنفصل زي ما قلنا. تمام. طبعا وجائز مد وقصر انفصل. تجيب الدليل كمان ما شاء الله. كلهم بكلمه وهذا المنفصل. تمام. تمام. بعد كده يا ايها الذين امنوا. في ناس بتخطف امنوا دي، يعني يا ايها الذين امنوا. امنوا. لكن ايه؟ امنوا دي مد بدل. تمام. مد البدل ده حركتين. تمام. او اربعه طبعا. عنده ورش. اربعه سته. تمام. لكن علشان مثلا واحد ما يضحش منه المد ده، يا ايها الذين امنوا مقدار حركتين. تمام. حتى. تمام. علشان ما يعني ما ياخدوش كده، يعني يقول امنوا ده آمنوا. ماشي. تمام. لكن ما يقولش امنوا ولا يقول امنوا ويمد زياده يبقى ورش. زي عند ورش ليه 2 4 6 في المد البدل. تمام تمام كده. طب طالما ورش بقى، ما احنا مش عايزين ندخل ورش ليه مد في بدل البدل 2 4 6. وانت واخد ورش انا عارف، صح كده؟ ان شاء الله. ما شاء الله عليك. طيب امتى امد 2 وامتى امد 4 وامتى امد 6؟ يعني ايه اللي يلزم المد 2 4 6؟ ما هو في الورش.
ما هو لو بقرأ بالقصر مثلا ليه ايوه ايه؟ للقصر ليه القصر ومعاه ايه؟ ومعاه توسط. لقصر ايوه قصر ومعايا في ومعاه الفتح الياء، فتح ايوه مع الفتح، فتح فتح في ذوات ذات الياء. الياء، تمام اه كده؟ تمام. طب وتوسط؟ والتوسط للفتح لا مش فتح بقى، لا ليه لا ليه لا ده للإيه؟ إيميل على طول، الإمالة، التقليل. التقليل، تقليل. طب والإشباع؟ والإشباع للاثنين الوجهين، للوجه. ففتح وتقليل، تمام ما شاء الله لأن عليك، ورش ذكي. ملوش إمالات غير فطابة فقط. تمام اللي هي اه الإمالة كده الكبرى يعني. اه الإمالة تمام. الكبرى. طيب نكمل. ماشي نكمل بس عايزين نسرع شوية يا ريتم عشان نلحق نكمل الكلام على الأخطاء الشائعة تمام في الورد كله إن شاء الله. تمام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، تمام الباء القلقلة طبعا، تمام وابتغوا تمام وابتغوا الخطأ إليه. فين؟ الخطأ فين لو أنا الخطأ اللي هو مثلا بيقول ايه؟ وابتغوا إليه، تمام وابتغوا اللي إليه، هو ما يجيبش قلقلة يعني، ما يجيبش وابتغوا قلقلة. اه تمام يبقى ده غلط. تمام وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا. تمام كتير يعني ما بيديش اتمام الحركات حقها يعني. تمام وافضل حاجة في القرآن علشان تتم الحركة يعني قاعدة قالها لي شيخ جميلة قوي والله. طول يعني قال لي ايه؟ لما لو انت مثلا عاوز تتقن الحروف او تتقن المخارج والصفات كده، وانت هات الحروف كلها ا اي او أ ب بي بو اب. هو ممكن لما الانسان يعني يقولها كده يعني قصدك تجيبها ايه بالفتح والضم والكس والسكون؟ ايوه تمررها كلها. تمام ممكن لما تقولها قدام حد كده يضحك عليك. طب ما في واحد ممكن يقولها كده يقول لك ايه ا اي او أ. ما هو كده ما زود زياده جاب مد. لا ما هي على انت السرعه، قصدك يعني ايه انه يجيبها بالسرعه بزمنها الطبيعي ايوه ب اي او اه ب بي بي بو بو ب أ. اب صح ت كده؟ تي تو ات. طب ايه الفايده من كده؟ الفايده من كده هتيجي انت في مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذا لو هتمشي واحده واحده زي ما قلنا ذلك، تمام ذلك الكتاب يعني هتطلع تقطعها الاول يعني قصدك ان انا ايه لما الاقي نفسي عندي مشكله في كلمه اقطعها واجيبها حرف حرف لوحده، وده اللي موجود في بعض الطرق زي نور البيان والنورانيه ايوه النورانيه وفي تاني كذا، هم كذا طريقه يعني يعني دي للتعليم. بصراحه فيها يعني هي ملل في الاول، لكن بعد كده بصراحه اتقان يعني 100 100 اتقان ان شاء اتقان الله. حلو خالص. طيب جميل حلو خالص، نخش على بعد كده. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. على طبعا فكرة فرحان بيك جدا. الله يكرمك. اه والله يعني الله ربنا يحفظك يسلمك. ويبارك فيك يعني في السن دوت ومعاك أكثر من قراءة وما شاء الله يعني حافظ للقرآن، وربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك يا ربنا مولانا. يحفظك. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. في سبيله طبعا مد الصلة هنا تمام حركتين، لعلكم تفلحون. تفلحون برضه نفس وجاهدوا تفلحون. طف اللي هو الحرق يعني الفاء اللي هي قطع الكلمه يعني قطع ايوه الكلمه قطع الى حروف. الكلمه. هو يعني المشاهدين ما يستغربوش من دي، يجربها اي حد يجربها مثلا ياخد الحروف مثلا وليكن الف باء كلها با بي بو اب تا تي تو ات، ويجي بعد كده هيعرف الفائده لما يجي ينطق كلمه مثلا. بس انا اقول خلينا نقول برضو ايه لو حد بيقرا القران وعنده مشكله مثلا الشيخ بيرده دايما دايما دائما كده او اختي بترد دائما في كلمه تقطعها بالشكل ده، لكن هاخد تقطيع كل الحروف وانا قراءتي كويسه لا ما انا لو قرات انا انت بتتكلم على بتكلم على المبتدئ. المبتدئ المبتدئ يعني هيلاقيها برضو مع الشيخ وهو بيشرح له احكامها، هيلاقيها حاجه سلسه يعني ما شاء سهله الله ما شاء الله. باذن الله. ليبتدوا يعني لعلكم تفلحون ان الذين كفروا. المشكله كلها هنا كفروا. كتير من الناس يقول ايه؟ كفروا كفروا كفروا. يعني حتى كنت بتعلم عند شيخي في من فترة يعني برضه كان نفس الخطأ، يعني كنت كنت بتقع بخطأ فيها ده فيه كتير. كان يقول لي قول مثلا مثلا يقول لي أي حاجة يعني اي مثلا حاجة كده مشابهة بحرف ليها. الكاف. أكلت أكلت، أقول له أكلت، يقول لي طب ما أنت بتقولها حلوة إيه؟ كتبت مش معنى مش عاجب يعني الأكل اللي بتقوله حلو. فمن يعني بقول لك اشمعنى الاكل فاكر الاكل كويس وبتقوله كويس يعني. هو قال كده. هي بقى جت كفروا، يبقى ايه؟ ك مش قا ك. طب في ناس برضو شيخ محمود بيبالغ اكتر بقى من كده في التدقيق، يعني انت بتقول ايه لو اخطانا في التفخيم، ففي ناس بيبالغ في التدقيق يقول لك ايه ان مثلا ان الذين كثروا. لما هو كده هيخل بقى. ما هو طبعا يعني لا لابد لابد ان لا الانسان تفريط اللي ولا بيتعلم افراط. قران لابد يتعلم على يد شيخ. تمام ليه؟ لان ربنا قال وانك لتلقى القران القران من من لدن لدن حكيم عليم. تمام يعني تلقى تلقي لازم في القران التلقي. تمام ما ينفعش اجيب مثلا كتب واقعد اقرا القراءات واقعد اقرا القران،
لازم يكون شيخ اتعلم عليه. تمام. دي يعني مرحله مهمه خالص. جميل. يبقى وابن الجزري له كلام بديع في هذا، يقول ليس بينه وبين تركه برضه، يعني انفخ براءه شويه، تركه الصنعه بتحكم وليس بينه وبين تركه الا رياض ذمرين بفكه، صح كده؟ تمام. واحد المشايخ يقول من ياخذ العلم عن شيخ مشافهه يكون عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن كان اخذا للعلم من صحف فعلمه عند اهل العلم كالعدم. حلو انه حصل شيء يعني. اكيد. تمام. أكيد. كامل. حاضر. كفروا لو ان لهم، طبعا لو ان لهم لازم يعني يظهر ان هو ايه، لو ان لهم، لان لو خطفها كده لو ان لهم لو ان هيخش ورش، هروح لورش. ايوه طبعا. لو ان لهم هيعمل هيعمل نقل كده. ايوه. لو ولو لو سكت، لو ان يروح لحمزه، يبقى تمام برضه خلف طبعا. تمام. لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. طبعا كتير هنا بالمد الطبيعي. تمام. يعني يمكن تلاقي في القران كاملا، قليل قوي اللي بيجيب المد الطبيعي في اي موضع. يعني مثلا بيقول ايه، ليفتدوا به، ليفتدوا به. طيب فين المد الطبيعي؟ المفروض ليفتدوا به. تمام. ليفتدوا به، حركتنا الواو لازم تطلع، الواو لازم يصغرها. وفي ناس تقول لك به به، هي ما لسه مدخلين عليها هي. طيب انت داخل عليها. طيب كتير بيقول به به، لكن هي بي بي. هو لو راجع با بي بي. تمام. الكسري يعني الكسري كسر. يعني انا اما الاقي عندي مشكله في اي كلمه افكها حروف بس، واجيب كل حرف بالحركه بتاعته. يعني دي قاعده جميله جدا جدا. طب جدا. طب انا ايه اللي يضمن لي ان انا وانا بعمل دوت الكلام دوت ان انا احقق الحركات؟ ما هو انت بتتكلم عن الحركات دلوقتي، ان انا امكن للحركه. طب ممكن واحد يقول لك ايه، با بي بو اب، ما هو ممكن يعمل كده. بقى يبقى عارف ايه، يبقى عارف يعني فين المفخم وفين المركب وكده. يعني مش هي احنا بنتكلم على مبتدئ بقى. مبتدئ. يبقى طيب لازم يقرا برضه على شيخه. لا يبقى احنا ممكن نوجهه بقى توجيه تاني، نقول له ايه، خد بالك ان كل حركه من الحركات ليها هيئه للفم، صح كده؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ تمام. 100 100. الفتح له انفتاح ما بين الفكين. ايوه. با. تمام. با. والكسر له انخفاض للفك السفلي. تمام. بي بي. والضم له مط للشفتين الامام، بو. تمام. تمام. واظن مين اللي قال كده، اهو هي قال وكل مضموم فلن يتم. أيوة. الا بضم الشفتين ضم. انا محضرها هنا. طيب محضرها. وذو انخفاض الانخفاض بانخفاض الفم يتم، والمفتوح والفتح فهم. تمام. 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 ده الامام الطيبي هو الذي قال هذا. فده بيتكلم عن الحركات، لازم يعرف برضو الحركه تؤدى ازاي، صح كده؟ اكيد. جميل. اول حاجه الحركات، اتمام الحركات. تمام. حتى يعني في اغلب كتب التجويد تلاقي في اول حاجه يتكلم عن اللحن، لان يعني اتمام الحركات، عدم اتمام الحركات، يمكن انا قرات في كتاب لسه النهارده عدم اتمام الحركات يمكن اكتر من اللحن، اللحن الجلي. تمام. كمان ما هو ما هو اللحن الجلي اصلا. يعني انا لما تهمتش الحركه، انا ممكن تسقط مني، يسقط مني حرف مد. تمام. ممكن ازيد حرف مد. تمام. اكيد. يعني مثلا اقول ايه، لو انا مثلا عايز اجيب مثلا، لو انا زودت شويه في الحركه او انقصت من الحركه. تمام. خلي بالمعنى، ان الله لا يحب الكافرين، اعوذ بالله ان اقول هذا، هي لا يحب الكافرين. انا اسقطت المد بسبب ان انا جريت من بعد الحركه على طول وما كنتش المد. يبقى كده خلي هو المد لا يخرج الا من حركه، صح؟ صح. حتى قالوا ان المدود بنات الحركات. تمام. ولا الحركات بنات المدود؟ مش البدل الاول والفرخه، هو في خلاف هل الاول الحركه ولا الاول المد يعني. ربنا يبارك فيك. تمام. ربنا يبارك في حضرتك. نكمل ان شاء الله. اتفضل. طبعا من عذاب يوم القيامه، القيامه كتير بيقول القيامه، القيامه، لكن هي هنا تفخيم. تمام. تفخيم يعني في مرتبه، مش المرتبه الاولى اللي هو ساكن، لا مرتبه ثانيه. تمام. القيامه. تمام. القي القي بنزل فيها الادنى مرتبه لانها مكسوره. ايوه. تمام. لكن ما اطلعهاش فيها اقولش القى. القى. تمام. بعدها على طول القى. يا اللي هنا ايه، مرققه. تمام. القيامه. وما تنساش برضو المد الطبيعي. في ناس يقول ايه مثلا، لا ما انساهوش،
لا مش لا ده انت معلمنا طبعا. الله يغفر لنا ولك، ربنا يبارك فيك. انا بضحك معاك بس، انا بقول لك سعيد بيك جدا والله ومبسوط بيك شيخ كريم. محمود. بس تسمح لي ناخد اتصال. اتفضل. معانا عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك شيخ عبد الله. الله يديك الصحه ازي حضرتك. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. ممكن اقرا معاك؟ تدفع كام؟ طبعا النبي يعني صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طيب اتفضل حبيبي، اتفضل شيخ عبد الله. اقرا منين يا صاحبي؟ اقرأ بقى من الآية 35 إن شاء الله من سورة المائدة. 35 ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين صلى على النبي. أيوة. إحنا الآية بتبقى في آخر الإيه؟ يعني الرقم بيبقى في آخر الآية. يبقى ده بس الآية اللي قبليها من أول النداء. ماشي يا عبد الله اتفضل. معلش أخدت بقى. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا الصوت مش يعني الصوت تعالى الصوت شوية، ولا أخونا علاء ممكن يعلينا الصوت في الاستوديو هنا؟ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بارك الله فيك، أداك طيب جدا شيخ عبد الله وما شاء الله عليك، قراءتك سهلة، ربنا يحفظك يا رب. أخونا محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أزيك يا شيخ؟ أهلا بيك، الله يحفظك. الله يبارك في عمرك. ها تكمل حضرتك، الصوت مش واضح كويس يعني. انا سامعك كويس بقى والله. ماشي ماشي يا شيخ، ان شاء الله هقرا بالقصر باذن الله. طيب اتفضل شيخ محمود. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. طب ما تكمل. طيب ما تكمل من الاول والسارق والسارقه عشان يبقى كمان بس الورد. حاضر. والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ما شاء الله عليك شيخ محمود، ما شاء الله عليك انت والشيخ عبد الله ما شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم، ربنا يحفظك شيخ محمود، ما شاء الله الاداء طيب جدا، ربنا يحفظكم يا رب. طيب انا عايز اوقف الكلام عن الاخطاء الشائعه. تمام. وانت يعني اخبرتني بأن لك في الإنشاد إن شاء الله. تمام. فنسمع نشوده كده نفك بيها الدنيا وبعد كده نكمل إن شاء الله. تمام. يعني نشوده يعني تحكي عن قصة حتى إن كانت تصورية لكن كلامها جميل إن شاء الله، عن اللي بيعك أمه وكده، يعني مدى حب الأم للإنسان يعني. العقوق. تمام. عقوق الأم بس ولا عقوق الأم والأب يعني؟ لا، هي بتصور إن إنسان أغرى ملك أو واحد إن يجيب له قلب أمه، والنشوده يعني هتتكلم طبعا يعني. هنعرفها يعني ان شاء الله. طيب اتفضل. ماشي. اغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر
أضر امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأسر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعثر إذا عسر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء غضب السماء على الغلام قد انهمر ويقول يا قلب انتق مني ولا فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب فارتد نحو القلب يغسل بماء أجرت بماء فاضت به عيناه من سيل العبر فارتد نحو القلب يغسله بماء فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتق مني ولا ويقول يا قلب انتق مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر وسل خنجره ليطعن نفسه طالا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأسر. إن شاء الله عليك. جسم مقشعر من الـ من الـ المعاني بتاعت الكلمات وادائك ربنا يبارك فيك ادائك طيب جدا الله يكرمك يا مولانا ربنا يبارك فيك بس يعني ده كان واحد بيتخيل هي تخيل قال له هات يعني فيما يعني فيما معنى يعني هديك ميال وهات لي قلب امك وبعدين بعد ما خدوا بعد ما خدوا انا فهمت فهمت القصه لكن انا عايز اقول ايه ان ده كان تخيل لكن دلوقتي في اللي بيهين امه في اللي بيمد ايده على امه في اللي بيتعامل مع امه بسوء ادب اي ان كانت القصه تخيليه لكن حتى بص بعد ما هو فعلا يعني لو وجدت تلاقي حقيقه نعم. الام بتخاف على الانسان والاب اكتر برضه يعني نعم. مش هنسيب الاب نعم اخذ قلبها وبعد كده راح ياخده ووقع راحت نادته قالت له ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر يعني خايف عليه حتى وخايف عليه ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود طيب نكمل بقى كلامنا ان شاء الله عن الاخطاء الشائعه عشان احنا فاضل لنا حوالي 5 دقائق خلاص ماشي حاضر طبعا ويريدون ان يخرجوا من النار يريدون الراء طبعا مرققه كتير يقول ايه يريدون سريع
اختفى كده، لكن هي يريدون. تمام. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء. طبعا ما فضلتك طبعا علمتنا، فاقطعوا أيديهما ما ينفعش أفعليها. نعم. ليه؟ علشان الجزاء بتاعهم إيه؟ فاقطعوا أيديهما الوصل يعني. الوصل ما ينفعش أفعليها. جزاء بما كسبا نكالا. كسب مد طبيعي طبعا الألف. كسبا نكالا، كتير يقول إيه؟ كسب نكالا. تمام. كسب نكالا بياكل الألف. انت يعني معظم الكلام الاخطاء اللي بتتكلم عليها اسقاط حرف مد. ايوه مد طبيعي، لان بسبب الجري السرعه. السرعه، لان الايات اللي معانا كده هي انت لانك برضو في ناس بتبطئ وتزود مدود، يعني انت بتتكلم على ان لو سرعنا هنفقد مدود في القراءه. طيب. ولو بطأنا زيادة هنزيد مدود. يبقى الأمر إن إحنا نقرأ بحالة بين يعني بلاش الإيه، لا نسرع في القراءة ولا نبطأ ولا نخطف زي ما أنت كنت بتقول المصطلح دوت، يعني نخطف في القراءة ولا نتعامل مع القراءة ببطء زائد يتعب الصوت الحبال الصوتية والنفس ويتعب اللي بيسمعني. صح ولا إيه؟ مش محتاجة يعني العملية تكلف، العملية تمام. سهلة. معنا كام يا أسامة؟ وقت ماشي يا مدير، كمل يا شيخ محمود. بعد كده ما كسب نكاله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح. تمام. واصلح، لا طبعا في ناس تقول واصلح. تمام. يبقى كده راح لمين؟ الورش. ورش تغليظ اللام. واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. الم تعلم ان الله نبهنا عليها لو ان له. تمام. الم تعلم ان الله له ملك السماوات، السماوات الالف اللي هنا، السماوات والارض. تمام. يعني الارض برضو بعت عليك فضيلتك. والارض ما مديهاش هو والارض. تمام. تحس انه داخل معرفش طلع مطلع والارض. والله في ناس بتحب قوي يعني هو فاكر ان هو كده بيخدم الايه، بيخدم القراءة. لكن هو بيبالغ فبيزود والارض لا هي والارض بس كده. ايوه. تمام. لا تكلف. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. والله على كل شيء قدير. جميل جدا. انت كده خلصت كده بسرعه كده علشان حضرتك الوقت. لا ربنا يبارك فيك ويحفظك. طيب انا مش هعلق على اخطاء تاني، يعني ما شاء الله عليك انت تكلمت عن معظم الاخطاء اللي موجوده في اللي بيقع فيها بعض اخواننا اخواتنا حال قراءه الورد. تمام. ربنا يبارك. لكن انا حابب نختم بدعاء. فانت تدعو. ندعو ونحن نؤمن خلفك ان شاء الله. حاضر. ونتقبل هذا الدعاء وان يكون يعني في موازين حسناتي يوم القيامه. ان شاء الله. ماشي. تفضل. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ناصر الضعفاء والمساكين، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب عجز الطبيب فداونا، عجز الطبيب فداونا، فسد الزمان فنجنا، فسد الزمان فنجنا، قلت سيرتنا فتولنا، ضعفا أزلاء فعزنا، ليس لنا رب سواك فندعو، فإنا ندعو يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم بلغنا ولا مفقودين.
ربنا اغفر لنا اغفر لنا. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ شعب مصر يا كريم. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقاب أمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقاب المسلمين جميعا من النار. لا نقوى على حر نارك. فاعتق رقابنا من النار. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وأحسن لنا الختام وتوفنا على الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. واضح انت مغرم بالانشاد، حتى الدعاء حولته لانشاد يعني. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا مولانا. يعني في نهايه الحلقه اللي انا استمتعت بيها شخصيا وحضراتكم اكيد استمتعتوا معايا بيها، بشكر في نهايه الحلقه ضيفي في الاستوديو الشيخ محمود محسب. محسب صح ولا صح؟ محسب ولا محسب؟ لا محسب. محسب. الاثنين واحد. الاثنين تمشي ماشي. ربنا يبارك فيك ويحفظك. وجزاك الله خير. وجزاك الله كريم. كما اشكر كل من اتصل وكل من حاول الاتصال ولم يصل الينا وكل من شاهد هذه الحلقه، وشكر خاص لفريق العمل وعلى رفيق العمل في هذه الحلقه اخونا الحبيب الى قلبي محمد اسامه، بارك الله فيه وفريق العمل معه. التقي بحضراتكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم السبت مع موضوع جديد، ويوم الثلاثاء مع الورد القراني السبت في 7 والثلاثاء في 9 مساء. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات.